اسمي ماجدة محمد علي شلبي، اسم الشهرة ماجدة شلبي، نازلة مرشحة عن دايرة الجيزة، دايرة أولى جيزة. قدمت الورق بتاعي في شهر مارس اللي فات والحمد لله تم قبولي، وجيت النهاردة عشان خاطر أشوف أقدم الورق، أقدم أي أوراق ناقصة ولا أي حاجة، ودخلت مجلس النواب عشان خاطر اغير وجهة نظر المجتمع للست المنتخبة. الست المنتخبة دلوقتي بقت منبوذة من ضمن الناس، وعايزة اثبت للعالم كله ان مصر بلد ديمقراطية، يعني متاح ليها الست المنتخبة ممكن تترشح للبرلمان، ممكن تترشح للرئاسة، وبرضه الست الرهيبة، الست المسيحية الرهيبة ممكن برضه ان هي تترشح في اي مجال من المجالات. اما بالنسبة للنقاب اللي انا لابساه، انا اصلا منتخبة، وعايزة اقول لكل الناس الستات اللي هي منتخبة، انا ممكن امثل جزء منكم بس، لكن الجزء الثاني ربنا يهديه ويرجع لعقله تاني، يعرف ان البلد دي بلد امن وامان، ملهاش اي حاجة خالص. ولابسة علم مصر في راسي عشان خاطر مصر فوق راس الكل، سواء مسلم او مسيحي، واثبت للعالم كله ان مصر، واللي لابسه الزي الابيض دوت، الزي المنتخبات اللي لابسه اللبس الابيض دوت، دليل على قلوب كل المصريين وعلى قلوب كل الستات المصريين. يا ترى اللبس ده بيمثل فرحه او لبس عروسه ولا هي فرحه؟ عشان خاطر حاجات كتير. اولا احنا لينا ثلاث فرحات فرحناهم الشعب المصري، كان بقاله سنين ما فرحش.